السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة قدوم رمضان، ربنا يجعله يا رب رمضان سعيد علينا وعليكم. كنا احنا زي ما اتفقنا ان احنا في فترة الحجر الصحي، هنعمل خد دورة بيزك ماد سكول، اتكلمنا على 3 أو 4 دروس سابقة، والنهاردة ان شاء الله هنكمل الدورة ديت وناخد دروس أخرى إن شاء الله تبقى مفيدة لينا. درس النهاردة إن شاء الله عبارة عن اسمه المد تايبس. المد تايبس دي يا جماعة يعني إيه؟ يعني هنتكلم على أنواع مختلفة من الطفلات، لكن إحنا مش هناخدها على مرة واحدة، هناخدها على عدة مرات. فبالتالي هنتكلم النهاردة على نوعين اتنين رئيسيين، وهو طفلة السبود مد والإيمالشن مد. ايه انواع الطفلات ان شاء الله اللي احنا هندرسها؟ هندرس السباد ماد بالتفصيل، هندرس الايمالشن ماد، هندرس الكي سي ال بوليمر ماد، اشهر نوع طفله بيستخدم كوتر بيز ماد في الحفر الشيل، هنستخدم الكي سي ال بي اتش بي اي ماد، الجلايكول ماد، السيليكيت ماد، الفورميت ماد، الهاي ماد ويت، واخيرا هندرس ان شاء الله الاويل بيز ماد. اوكي، ف ناخدهم كده ان شاء الله، ناخدهم اتنين باتنين، يعني كل محاضره هناخد اتنين واتنين وهكذا الى ان احنا ننتهي ان شاء الله منهم جميعا. طيب بالنسبه للووتر بيز سيستم، بتلاقي في كاتيجوريز كده متقسمه فيها الووتر بيز سيستم، فبتلاقي اول كاتيجوري اللي هو لو طفله عندك بتخش فيها نسبه سوليدز عاليه، والسوليدز دي بيحصل لها ديسبيرجن يعني بتنتشر داخل المد. فعندك زي نوع، اشهر نوع اللي هو نوع اسمه السباد مد، لسبب ان احنا اتفقنا ان احنا لما جينا خدنا في المحاضره بتاعه المد كومبوزيشن قلنا ان احنا بنحط من 25 ل 30 باوند بير بارل عشان تاكت از فلويد لوس ريديوسر وفي نفس الوقت كفيسكوسيفاير. فبالتالي السباد مد هي هاي سوليدز، نسبه السوليدز فيها عاليه جدا، في نفس الوقت بتحصل لها ديسبيرجن داخل الطفله ان هي بتنشطر الى جزيئات صغيره. النوع الثاني السي ووتر مد، اللجنايت واللجنسلفونات، الجبسم لجنسلفونات، اللايم مد، لكن اشهر نوع هو السباد مد. طيب ثاني نوع يا جماعه احنا بنسميه لو سوليد نون ديسبيرسد مد، او ما يعرف بالانهبيتد لو سوليد بوليمر مد. كلمه يا جماعه ركز معايا في النقطه دي قوي، انا ليه كلمه بقول لو سوليد؟ خد بالك البوليمر لو انت عايز مثلا على سبيل المثال تاخد ييلد بوينت وليكن 20 بتحط له 1 باوند بير بارل، اوكي؟ انما لو عايز تاخدها من نفس الشيء من السباد بتحط لها 25 باوند بير بارل، وبالتالي حضرتك هنا بنسميها انهبيتد لو سوليد نون ديسبيرزد ماد او لو سوليد بوليمر ماد. اشهر انواعها ايه؟ اللي هي الكي سي ال بوليمر ماد، البي اتش بي ماد، الجلايكول ماد، الهاي انهبيتيف لو سولت سيستم، والسيليكيت سيستم. كل دي انواع ان شاء الله هنتكلم عليها بالتفصيل الممل. في بقى بعض الطفلات اسمها سبيشال ووتر بيز ماد، دي بيستخدم لغرض ما او لوظيفه ما، تمام؟ فعندك حاجه اسمها الهاي تمبريتشر سيستم، دي بستخدم لها انواع معينه من الكيميكالز، لان في الهاي تمبريتشر زي ما احنا عرفنا ان انت عندك البوليمرز ممكن تضرب منك او تبوظ او يحصل لها ديتيريوريشن، فبالتالي مش هتقدر ان هي تديك الوظائف بتاعتها في الهاي تمبريتشر، فبنضطر نحط لها مثبتات، يعني حاجه زي البي تي اس 200 مثلا، ده كيميكال بيتحط از بوليمر ستابلايزر، ده حاجه غايه الاهميه برضه بيستخدمها في الهاي تمبريتشر سيستم. كمان بنستخدم حاجه اسمها دريل ان فلويد، وهو من نجي نتعرض لها ان شاء الله. دريل ان فلويد ده كل ما يستخدم في الريزرفوار زون، وبالتالي دريل ان فلويد ديت اللي احنا ما بنستخدمش فيها اي حاجه تدمر الريزرفوار. اوكي، طيب ثالث حاجة الفورميت سيستم هنتكلم عليه إن شاء الله، وهو باختصار شديد جدا هي طفلة بتستخدم مينلي للريزرفوار سيكشن، بتكون هاي ماد ويت لكن ما بيبقاش فيها نسبة سوليدز موجودة، أوكي؟ فده الفورميت ماد. طيب النون أكواس فلويدز أو ما يعرف بالأويل بيز ماد أو سينثيتيك بيز ماد، في عندك الإنفيرت إيمالشن ماد اللي هي اسمها الأويل بيز ماد، وباختصار شديد كلمة الإنفيرت اللي احنا هناخد الايمالشن النهارده ان شاء الله، فالانفيرت يعني عكس كلمه ايمالشن، يعني اثنين سائل مع بعض لا يمتزجوا في بعض، الديزل والميه سائلين اه بس لا يمكن يمتزجوا مع بعض، فاحنا بنحط لهم حاجه تساعد الاثنين ان هم يبقوا مع بعض يعني، تمام؟ طب انما الانفيرت بس الايمالشن مد بتلاقي ان الووتر هي الكونتينوس فيز والديسبيرزد جواها هي الاويل او الديزل،
انما الانفيرت هو العكس، اللي هو الديز اللي هي الحاله السائده او الكونتينوس فيز، والميه هي اللي دروبلتس جوه الاويل. تاني حاجه الاتش بي او اتش تي اتش بي انفيرت ايمالشن، دي بتستخدم في الهاي تمبريتشر عشان برضو البوليمرز وتاثير والتاثيرات بتاعتها جدا، ان هي بتاثر بقى بشكل كبير. الديب ووتر ايمالشن، لان الديب ووتر ايمالشن يا جماعه بيختلف عن اي حاجه تانية، لان الديب ووتر بيكون معاك حاجه اسمها جاز هايدريتس، وديت لازم تعمل لها حاجه اسمها هايدريت اوميشن او سبريشن، فده في غايه الاهميه يعني، لازم تاخد بالك من النقطه دي. الانفايرمنتالي فريندلي انفرت برضو انواع من الطفلات بتستخدم عشان تبقى صديقه للبيئه، لا سيما لو احنا بنحفر في الطبقات اللي فيها في الفريش ووتر في السيرفيس، عشان ما يحصلش تسمم للناس من المواد بتاعت الاويل بيز العاديه. الانفلو برضو يعني بيستخدم مع الريزرفوار، وفي عندك حاجه اسمها 100% اويل فلويد اللي بيستخدم في الكورينج علشان ما تاثرش على العينات وما يحصلش تغيير في الساتوريشن، وبالتالي لما اقدر احسب نسبه الاوريجينال اويل امبليز ما يحصلليش اي لخبطه او اي حاجه بالشكل ده. طيب نبدا اول حاجه يا جماعه ان شاء الله بالتفصيل، وهي البنتونايت سباد مد. لازم تكون فاهم حاجه مهمه قوي، كلمه سباد مد مش معناها في الاساس ان هي البنتونايت، لا بيقول لك كلمه احنا هنسباد او وي ار جوينج تو سباد مثلا، او سباد اوبريشن ات اكس مثلا الساعه كذا او كده، معناها ان احنا هنبدا. فكلمه سباد معناها ان انت هتبدا اوبريشن. اوكي تبدا بقى مثلا، بعض الشركات بتبدا تحفر السيرفيس هول ده كله بميه، بميه وبس يعني، بميه، والميه دي مع الحفر بتكتسب بقى السوليدز، وبيبقى فيه مثلا موجود طبقات شيل قريبه ومش اكتف ولا حاجه، فبتلاقيها عجنت معاك شويه وعملت لك مثلا حاجه فيسكوزيتي بتاعتها بلس او ماينس حاجه و30 او حاجه و40. فبعض الشركات بتحفر السيرفيس هول اصلا بالميه خالص، شركات ثانيه بتحفرها بالبنتونايت، وده معظم الشركات بتحفر بالبنتونايت يعني. طيب فبالتالي لما نيجي نقول سباد مد مش معناها البنتونايت مد، لكن خلينا ناخد اللفظ المجازي وهي البنتونايت سباد مد. طيب انا ليه بستخدم البنتونايت مد؟ البنتونايت مد يا جماعه انا بستخدمها علشان انا عايز حاجه تديني فيسكوزيتي عاليه قوي، عشان طبعا انت بتبقى بتحفر مثلا في السكشن العاليه اللي فوق ديت اللي هي مثلا 17.5 انش او 22 او السكشن اللي هي الكبيره دي، انت الكاتنج نفسها كتيره وفي نفس الوقت بتبقى حجمها كبير، فانت محتاج حاجه تديك فيسكوستي عاليه او تديك يلد عالي عشان تقدر تنظف بسهوله. فطبعا الكلام ده بتاخده من البنتونايت، لان البنتونايت اول ما بتطلع جيليشن يعني فبتنتفخ جدا وبتبقى قيمتها عاليه قوي الفيسكوستي بتاعتها. خلاص يبقى اول حاجه هاي فيسكوستي. طيب ايه حاجه ثانيه؟ ثاني حاجه لو كوست. انا دلوقتي يا جماعه شكاره البوليمر بتكلفني حوالي $130، شكاره البنتونايت بتكلفني $5، يبقى بالتالي انا هاخد البنتونايت طبعا ايه احسن يعني. طيب بستخدمها ان انا اعمل هاي فيس سويب اثناء السيركوليشن سيستم، يعني مثلا طول ما انا بحفر بقول باخد كل كونكشن باخد 50 برميل مثلا هاي فيس عشان انضف باستمرار، عشان اعمل هول كليننج كويس، وهنتكلم على الكلام ده في الهول كليننج ان شاء الله في الفيرتيكال هول. فالبنتونايت بيبقى اكتر حاجه تساعدك ان انت تاخد هاي فيس بسرعه، لانها سريعه، انها بتبقى رخيصه وفي نفس الوقت برضو بيبقى الكفاءه بتاعتها عاليه. من اهم الحاجات برضو اللي انا محتاجها في البنتونايت وهي ايه؟ انا عندي البنتونايت ديت نسبه السوليدز اللي بحطها فيها بحط 25 ل 30 باوند بربري بنتونايت، يعني نسبه السوليدز عاليه قوي، فبالتالي بتعمل لي ثيك فلتر كيك، يعني فلتر كيك سميك. انا عندي الفورميشن اللي فوق في السيرفيس هول بتبقى لوز فورميشن في طبقات مفككه، فبالتالي انا محتاج حاجه كده تخينه يعني او حاجه سميكه عشان تمسك لي جدار البير اللي موجود عندي فوق، فما يحصلليش ووش اوت وبالتالي ما ياثرليش على الفورميشن، وممكن في بعض الاحيان بتوصل انهم بياثر على الاستابيليتي بتاع البريمه بتاعتنا. فناخد بالنا يبقى الريكويرمنتس بتاعتنا هاي فيسكوستي لو كوست والهاي فيس سويب، وفي نفس الوقت برضو علشان ان هي عشان بتحفر بقى السيرفيس هول يعني. تمام. طيب البنتونات سباد مد يا جماعه ايه الاحتياجات بتاعتها عشان احضر سباد مد؟ دي تقريبا اكتر طفله هتحتاج فيها فريش ووتر، وانا لما اقول لك كلمه فريش ووتر مش معناها ان انا بطلب ميه اكوا، لا انا بطلب ميه السالينيتي بتاعتها اقل من 5000 ملي جرام بير ليتر. يبقى كلمه ريكواير فريش ووتر ده رقم واحد، ان هي البنتونات سباد مد بتحتاج فريش ووتر تو ميك بري هايدريشن للبنتونات بتاعتها. طيب
maybe a circulating system or sea water sweep system. طب خد بالك بقى من النقطه دي قوي. انت دلوقتي راجل شغال اوف شور، خلاص؟ الفريش ووتر دي عمله نادره هناك في الاوف شور بمنتهى الصراحه. ليه؟ لان الكومباني مان لما انت كمود انجينير تروح له تقول له والله انا عايز مثلا على سبيل المثال احضر 1000 برميل، فعايز مثلا 1000 برميل ميه فريش، طبعا مش هيرضى. ليه؟ يعني البريمه مثلا الجوب الاسمنت هتعمل بايه؟ والبريمه هتتنظف بايه؟ والناس هتستحمى منين؟ وتغسل هدومها منين؟ ويعني وكل الاذر فاسيلتيز بتاعت البريمه هتتعمل ازاي؟ فمش هيدي لك ال 1000 برميل فريش ووتر، لكن ممكن يقول لك يا هندسه خد 500 وصرف نفسك بقى ايه من ميه البحر. طبعا الكلام ده هتعمل فيه ايه؟ خلاص هنيجي نضطر احنا ساعتها بقى هفهمك دلوقتي هتعمل ايه؟ هتيجي انت واخد ال 500 برميل ميه دولت اللي هم الفريش وتحط عليها دبل الدوز اللي انت هتحط. يعني مثلا على سبيل المثال زي ما خدنا في السكشن بتاع او الفيديو بتاع هاو تو ميكس مد اللي هو نسبه الكيميكالز اللي بتحسبها، وليكن مثلا عشان تحضر 1000 برميل هتحتاج مثلا على سبيل المثال 10 باجزات بنتونايت ومثلا 5 شكاير كوستك صودا على 5 صودا اش مثلا، يعني بالمنظر ده. فتعمل ايه؟ فانت عندك تقول ال 500 هاخد انا الكميه بتاعت ال 1000، يعني الكميه اللي هم 10 شكاير والخمس شكاير والخمسه دول هحطهم هم بس على 500، خلاص على 500، وبعدين اسيبهم بعد كده لحد ما يحصل لها جيليشن. طبعا انت متخيل يعني ايه تركيزها ساعتها؟ هتبقى بقى مش 25، هتبقى 50 باوند، وانت حاطط الدبل الدوز اهو. فطبعا هتبقى حاجه سميكه قوي، حاجه تقف عليها برجليك كده. واجيب تانك تاني خالص املاه بميه البحر، خلاص، واحول من التانك الغليظ للتانك الخفيف وليس العكس. حضرتك لو حولت من التانك الخفيف للتانك الغليظ هيبقى الغليظ التاني تحت، او اللي هو اللي فيه بنتونات ده يبقى تحت، والميه هتبقى واقفه فوق، وحضرتك مش هيحصل اي ميكسنج. انما حضرتك ايه لما تاخد من الغليظ تنقلها بالراحه كده بالبامب عشان ما تاخدش هواء للتانك الخفيف اللي هو عباره عن ميه بس ده، فطبعا الطفله اللي داخله بتفك واحده بواحده بواحده، وبالتالي بتوصل في الاخر ان انت معاك 1000 برميل والبارامترز بتاعتهم الى حد بعيد كويسه جدا. يعني وفرت على الراجل ميه ووفرت على نفسك حاجات كتير. طيب هاو تو ميكس ذا بري هايدريتد ميثود، انا ازاي يا جماعه بمكس السباد مد؟ اول حاجه تملى التانكات بتاعتك فريش ووتر، وباكد على كلمه فريش ووتر مره ثانيه. ليه؟ الكلورايد بتاعي بقى اقل من 5000 ملي جرام بلتر. طيب ثاني حاجه هتضيف الكوستك صودا والصودا اش عشان تقلل الهاردنس وترفع البي اتش، دي حاجات اساسيه. يبقى اد صودا اش تو ريديوس التوتال هاردنس، واد الكوستك صودا بتاعتك علشان ترفع البي اتش وتتخلص من المغنيسيوم بتاعك، والنسبه بتاعتك من نص لواحد باوند بير باريل، ده اتس مور ذان انف. وبعد كده هتضيف من 25 ل 35 بي بي باوند بير باريل اي بي اي بنتونايت. خد بالك من كلمه اي بي اي بنتونايت ديت علشان لما نيجي في كورس ان شاء الله كده هبقى اعدي لكم اسمه كواليتي كنترول اند كواليتي اشورنس للكيميكالز، بعرف ازاي بقى يعني ايه الاي بي اي بنتونايت، الاي بي اي بارايت، الهيماتايت، يعني الحاجات دي كلها عشان ما حدش يخمك لما تيجي تشتري كيميكال او لما تخش في عقد او اي حاجه من الحاجات دي. بس ده ان شاء الله بعدين قوي يعني. فاحنا هنضيف من 25 35 باوند بير باريل اي بي اي بنتونايت، وبعد كده هتسيبهم لمده من 6 ساعات ل 8 ساعات مع استخدام الشيرنج داخل التانك عشان يحصل لها ان هي ايه تاخد القوام السميك بتاعها، بحيث الايه تاخد القوام السميك بتاعها وبالتالي تاخد الفيسكوستي العاليه بتاعتها. تمام كده؟ زي ما قلنا لو انت احتجت شويه ميه من البحر مثلا او حاجه ممكن تعمل دايلوشن للكونسنتريشن. طيب في نقطه بقى، دلوقتي انت راجل شغال مثلا مع كمباني مان مجنون شويه، او مثلا الراجل مستعجل، او الاوبريشن زنق عليك مثلا فانت مستعجل، فيجي يقول لك ايه انا لسه هستنى 6 ساعات او 8 ساعات علشان التانك يجل، فلا انا عايز حاجه سريعه. فيقول لك ايه خلاص بنضيف هنا حوالي من 0.2 الى بوينت الى ربع يعني باوند بير باريل لايم جاست بريور تو بامبنج سويب، يعني قبل ما بامب السويب على طول مثلا بربع ساعة ولا حاجة، مثلا على سبيل المثال لما تيجي تاخد الكونكشن قبلها مثلا قبل الكونكشن كده تروح تضيف على طول شكارة لايم، أو بعد ما تحسب بوينت 2 مثلا لايم ولا حاجة.
اعتذر جدا يا جماعه بس على التدخل يعني عشان كان في ظروف. دلوقتي يا جماعه احنا ان شاء الله بنتكلم اهوت، بنقول بتضيف حوالي 2 باوند بير بارل لو انت كنت مستعجل. تمام، بنقول اه هتضيف حوالي 0.2 باوند بير بارل من اللايم لو انت كنت مستعجل. علشان طب ايه فكره اللايم؟ زي ما هناخد ان شاء الله فكره الكالسيوم بيعمل حاجه اسمها فلوكيوليشن مع، او اللايم بيعمل حاجه اسمها فلوكيوليشن مع الطفله، ان هو بيجمعها الجزيئات بتاعتها ديت. يعني خد بالك النقطه، انت عندك السطح الخارجي، السطح الخارجي للصوديوم للكلي زي ما هنعرف ان شاء الله بيبقى عليه جزيئات من الصوديوم، خلاص بيحصل لها اد سوربشن على السطح بتاعها. هنتكلم على الكلام ده ان شاء الله في الكلي كيمستري بالتفصيل. طيب لما يحصل لها اد سوربشن فبتبقى الاشاره الخارجيه بتاعتها بلس، يعني موجبه. طيب فانت عندك ده ان اي بلس، خلاص، وعندك الان اي ده بيبقى كل واحده فيهم حواليها حاجه اسمها ووتر انفلوب، يعني غلاف مائي. تمام، فكل جزيء منهم حواليه جزيء مائي، خلاص. طيب لما يجي بقى الكالسيوم يحل محل الصوديوم، فالكالسيوم لما بيحل محل الصوديوم بيشيل كل، يعني كل جزيء واحد كالسيوم بيشيل 2 صوديوم مكانه، وبالتالي بيبقى الووتر انفلوب حوالين المركب الجديد اقل من الاثنين ووتر انفلوب حوالين المركبات القديمه، لان هو دمجهم في بعض، خلاص. وبالتالي حضرتك بيؤدي ان انت كانك بتمص الميه من الطفله، وده اللي بيخليها تعجن. اذا اللايم بيرفع الفيسكوستي، بيخليها تعجن، لكن ما بيديلكش قيمه عاليه من الافيشنسي في التنظيف، وده اللي هناخده بعد كده ان شاء الله، لكن الى حد ما اكسبتابل يعني برضو كقيم ممكن. طيب تاني نوع من السباد مد برضو اسمه الجوار سباد. خد بالك وانت في البحر الناس بتحاول تجتهد اجتهاداتها الكبرى عشان وانت في البحر تعمل ايه؟ خلاص، زي ما برضه الناس بتجتهد اجتهاداتها الكبرى ان هي تحل مشكله اللوست اوف سيركوليشن لو انت في اللاند عشان مش هتعرف تجيب ميه، لو في البحر الميه سهله، خلاص. فعندك اهو الجوار سباد مد، ده نوع تاني، ده بيستخدم مينلي مع السي ووتر او التيل ووتر، تمام، بيدي ييلد عالي. ده نورمال يوزد اونلي فور سويبس اند كلين اوت تانكس، اوكي، ده بتضيف له ميه او سي ووتر عادي جدا. طيب بتخلطه ازاي؟ تحط الميه وتحط عليها من 3 ل 4 باوند بربرد جوار جم، اوكي. بس خد بالك من نقطه، الجوار جم ده بيحتاج بي اتش قليله، فاحيانا بتحط له حاجه اسمها سيتريك اسيد علشان يشتغل. يبقى الجوار جم كنوع من الاسبات، خد بالك بقى كل انواع الطفلات، خد بالك اهو معلومه مني من دلوقتي، كل انواع الطفلات الووتر بيز بتحتاج بي اتش عاليه، ما عدا طفلتين اتنين، طفله الجوار جم وطفله اسمها البي اتش بي اي، خلاص هنتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله البي اتش بي يعني. تمام، طبعا الجوار جم برضو هو من كلمه جم يعني البان، يعني جاي من الطبيعه، فبيتاثر بالبكتيريا، وبالتالي احنا برضو بنضيف بايوسايدز على التانك من فوق قبل ما نضخه على طول. ده بيدي هاي يلد وهاي فيسكوستي في البراكش ووتر والسولتي ووتر، وبالتالي هو اوبشن كويس جدا ان انا استخدمه في البحر بتاعنا. طيب الانجينيرنج كومنتس بالنسبه للسباد ماد، بمعنى ايه؟ لو انت دلوقتي هتحفر بسباد ماد، ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها؟ خلاص؟ اول حاجه لازم تملى كل التنكات بالبري هايدريتد جيل او بي اتش جي، يعني بري هايدريتد جيل، اوكي؟ ده قبل السباد. ليه؟ لان حضرتك السكشن اللي فوق اللي انت بتحفر بيها السباد ديت، اللي هي ديت اكتر سكاشن ممكن تاخد فيها لوس اوف سيركوليشن، هنا بتبقى طبقات ضعيفه، طبقات مفككه، ممكن تاخد ووش اوت، ممكن تاخد كده، فبالتالي املى كل تنكاتك بالسبات مد. ده اول سبب. ثاني سبب ان السبات مد رخيصه، فعادي لو عملت التنكات كلها مفيش حد يكلمك. ثاني حاجه احنا بنبمب 50 برميل تقريبا كل 2 او 3 كونكشن، يعني كل ما نيجي نربط مواسير جديده او حاجه بناخد من 50 حوالي 50 برميل، ناخد هاي فيست يعني. طيب بمب further sweeps if the tight hole or hole fill is observed. بمعنى ايه؟ انا دلوقتي يا جماعه وانا بحفر، خلاص؟ جيت طالع ترب، طالع ترب او نازل ترب، يعني لو انا طالع قابلت تايت سبوت معناتها ان انا ممكن يكون الكاتنج رادمه عليا شويه فوق، فبيقول لك رد تاني، رد تاني يعني انزل رانين هول تاني مثلا 5 ستان وخد هاي فيست سويب، نظف كل اللي فوق ده واطلع ان شاء الله وتطلع بالسلامه. طيب هول فيل يعني ايه؟ انا ما كانش عندي اثناء مثلا انا بعمل
كيسنج مثلا اثناء الجوب كيسنج قبل ما اطلع، كان الجل مش كفايه ان هو يشيل بواقي الكاتنج اللي موجوده، فرقدت عندي تحت في تحت البير فعمل لك هول فيل. خلاص؟ طيب عند ما توصل للتي دي في اي سيكشن اللي هو التوتال ديبث لازم تبامب 100 بارل سويب اراوند ذا هول، اوكي؟ اند اوبزرف ذا ريتيرن، تبص على الريتيرن، وطبعا ما ينفعش تطلع بول اوت اوف هول قبل ما الشيكر يبقى نظيف جدا علشان ما تعانيش في التريبات. تمام؟ طيب ديسبليس هول ويز هاي سبيد ويز هاي فيس مود امتى؟ قبل ما تطلع بول اوت اوف هول، ودي بنسميها حاجه اسمها كيسنج جو بيل. نعمل حاجه اسمها كيسنج جو بيل هنتكلم عليها، ان انت بتحط هاي فيس في على البوتوم بتاعك عشان برضو لو في اي فيل ما يقعش عندك، وبالتالي لما تيجي تتيج بالكيسنج في الاخر تتيج على دبسك المظبوط ما تتيجش قبلها، وبالتالي تحصل اخطاء في الحزامات بتاعتك والى ذلك. تمام؟ طيب ده اول نوع من الطفله اللي هي السباد مد، نوع زي ما انت شايف سهل جدا وبيستخدم، هو اكتر حاجه بتحفر بيها في السيرفيس هول يعني. طيب تاني نوع يا جماعه، وده نوع في غايه الاهميه، اسمه الايمالشن مد. تخيل يا جماعه كده وانا بحفر في طبقات السيرفيس هول وجدوا ان في طبقات لو انا حفرتها بس بالميه بس تتكسر. فقال لك طب احنا ليه نصبر على الطبقه لما تتكسر بالميه؟ طب ما احنا دلوقتي لو احنا خلطنا الميه دي على ديزل، الديزل كثافته اقل من الميه، فبالتالي هوصل ان انا بحفر طبقات بوزن اقل من الميه، وبالتالي حضرتك مش هكسر الطبقه. فالايمالشن مد اتعملت في الاساس لان الطبقات بتاخد لوست اوف سيركوليشن وطبقات ضعيفه قوي. يبقى it is used in case pore pressure is lower than the water column height، اللي هو بتتكسر لو انت حفرت طبقات ميه عاديه. طيب in case lost of circulation is expected، لو انت برضه في loss of circulation expected، لان برضه انت مش هتقدر تحفر لو انت متوقع loss of circulation، انت بتبقى بتحاول تلمس على الطبقه كده، بتستخدم جي بي ام قليله، تحاول تقلل قوي في المضوي بما بالعافيه يحفظ لك الويل كنترول يعني علشان ما تفقدش الطفله، لان زي ما اتفقنا ان الطفله هي روح البير. تخيل انت لو فقدت الطفله كانك انت بالظبط دمك اتصفى بالظبط، فهتموت طبعا والبير هيبقى فيه مشاكل. The disadvantage of the mud is foaming، اسوأ عيب في الطفله ده ان هي بتفوم، بتعمل فوم عالي. ليه حضرتك؟ لان الايمالشن اللي بيبقى موجود فيها هو سيرفكتنت، وحضرتك عارف السيرفكتنت ده زي الصابون بالظبط، فحضرتك الطفله ديت مع السيركوليشن كانك بترغب ايدك كده بالظبط، فبتعمل لك فومينج، وطبعا بتضطر تحط لها ديفومرز او ممكن تضيف بعض الديزل عشان تتخلص منها. ده التكوين بتاعها اهو، لما تيجي تشوف الكومبوزيشن بتاعها بنعمل ميك اب ووتر زيها زي اي حاجه يعني، ميه كوستك صودا صودا اش. خد بالك بقى معلومه اهو، اي طفله هنستخدمها من دلوقتي ووتر بيز مد، بسم الله الرحمن الرحيم، ميه كوستك صودا صودا اش على طول. خلاص؟ فبنحط الميك اب ووتر بتاعتنا والكوستك صودا بعدها عشان اتخلص من المغنيسيوم، اللي بحط الصودا اش بعدها عشان اتخلص من الكالسيوم، ثم بحط حوالي 10 باوند بس بنتونايت علشان يعمل لي نوع من الجيلنج كده، واخد بالك انت؟ وزي ما قلت لك كده احفظها عني، الجيل بتزوده بالبنتونايت، وبرده الفلتر كيك بتعالج بالبنتونايت، انما البوليمرز بتعالج بيها اليلد اليلد بس. تالت حاجه بنحط الفلويد لوس ريديوسر بتاعنا، هنا نوع اللي اسمه الستارش، بالنسبه بتاعته زي ما قلت لك من 4 ل 6 باوند بير بارل. على فكره يا جماعه ده مثال حي انا جايبه لكم من برنامج انا اشتغلته. خلاص؟ ثم بعد ذلك بتضيف الديزل بقى، الديزل بتاعتك بيبقى حوالي 15 يعني لو انت هتحفر هتعمل 100 برميل يبقى حوالي 15 برميل. ثم بقى هنا السيرفكتنت بقى اللي انا بقول لك عليه اهو، اللي هو اللي انت بتحطه علشان يقلل الانترفيشال تنشن ما بين الميه وما بين الديزل. فعندك في حاجه اسمها سيف سيرف، وفي نوع ثاني من الكيميكال اسمه التانا مال، يبقى في السيف سيرف والتانا مال، اوكي؟ فالسيف سيرف ده بتحط من 0.5 الى 0.05 الى 0.1، وده طبعا بالجالونز، فتاخد بالك من الكلام ده كويس جدا جدا عشان احنا خدناها في الحسابات تضرب في 42 تقسم على 55 على حسب الدراما بتاعتك. تمام؟ ثم بعد ذلك بتحط الاكس سي بوليمر بتاعك علشان يرفع لك الييلد بتاعك، وزي ما انت شايف اهو نسبته ضعيفه جدا من ربع الى نص باوند بير بارل، اتس مور ذان انف. وطبعا لو انت بتخشى ان انت تقابل شيل او اي حاجه فبتحط بعض الشيل انهبيتورز زي الاي دي كاب او الكي سي ال، زي ما انت شايف انا معلم عليهم هنا اهوت، ان هم مش ضروري انك تحطهم، بس الاستخدامات الاساسيه اهو اللي هي اي نوع من الطفله،
اي نوع من الطفله اتفقنا، بيس فلويد طبعا، بيس فلويد يعني كوسكوس اسود اش معاها على طول، ثم فلويد لوس ريديوسر ادي الاثنين هم، ثم فيسكوسيفاير. وطبعا انت هنا مش هتحتاج تحط ميه اصلا مض ويت لسبب واحد بسيط، ان انت اصلا الطبقه بتتكسر بالميه، فاحنا بنخفف الوزن بالديزل. بتلاقي بقى البارامترز بتاعتك، تلاقي الدنسيتي بتاعتك 62 مثلا بي سي اف، خد بالك ان الميه بتاعتك بتبقى حوالي 63 بي سي اف، او احيانا كمان توصل 64 بي سي اف، لكن انت هنا بتحفرها ب 62 بس بي سي اف. الفانل فيسكوسيتي بتاعتك بتبقى من 45 ل 55 يعني معقوله. البي اتش بتاعك عشان كوستك سودا انت ضفتها حوالي 10، الاي بي اي فلتريت بتاعك بيبقى من 5 ل 6، البي في بيبقى از لو از بوسيبل طبعا، انما اليلد بوينت بتاعتك بتلاقيها من حوالي 24 الى 30، لان بتبقى عاليه لسبب واحد، ان هي لازم مينيمم تكون ضعف الهول سايز بتاعك، بالذات في السيرفيس هول، لسبب واحد ان انت هنا بتحفر في السيرفيس هول طبعا، فبتحتاج حاجه عاليه جدا. طيب طرد جدلا ان انت بتحفر بامارشن قط، ودخلت بسم الله الرحمن الرحيم وبتحفر، هوب قابلت الثيف زون، خدت توتال لوس. وخد بالك هنا التوتال لوس فين؟ في سيرفيس هول. هتعمل ايه؟ طبعا في بروسيجرز كتير هنتكلم عليها لما تيجي تخش في اللوس اوف سيركوليشن، لكن خلينا نتكلم هنا في الموست، في الكيسز اللي احنا كنا بنحكي عليها ديت. لو انت خدت توتال لوسز بنلجا لحاجه اسمها بلايند دريلينج. طبعا ده بيبقى اخر اوبشن بتلجا له، بس خلينا نقول ان انت بتلجا له ازاي؟ ان انت يعني اول اوبشن مثلا بتعمل ايه؟ بتيجي مثلا ضاخخ ال سي ام، ماشي هنتكلم عن التفاصيل بالتفصيل بس بعدين. تدخل ال سي ام، طب ما ينفعش ال سي ام مره واثنين وثلاثه، تخش تعمل سيمنت بلاك، تنزل بوفن اند سترنج مثلا وتحفر، تعمل سيمنت بلاك وتقعد تعمل وتحفر وهكذا لحد ما تسدها. طب ما ينفعش تعمل حاجه اسمها فورما اي بلاك، حاجه اسمها برايت بلاك، حاجه اسمها بي بي اس بلاك، يعني بلاكات كتير قوي. فشل كل ده، بتحفر بلايند بقى، يعني بتحفر من غير راجع. ازاي بقى بتحفر من غير راجع؟ ان احنا بنسميه هنا المود كاب دريلنج، اللي هو حضرتك بتحفر بميه عاديه خالص، وكل ستاند كده ولا حاجه بتاخد لك جيل سويب او هاي فيس سويب، فبالتالي كل الميه والراجع بتاعك بيخش في اللوست زون اهو. طيب انا بقى ليه بضخ المات كاب من الانيلاس؟ لان حضرتك هنا خدت اللوسز هنا تمام. ممكن يكون عندها هاي بريشر زون فوق، فتطلع لك غازات اتش 2 اس جاز او اي حاجه او الكلام ده كله، فيهاجمك الغازات من فوق، وبالتالي تاخد ويل كنترول ايشو. فبنعالجها ازاي؟ زي ما قلت لك بتحفر بميه وجيل سويب من هنا، ومن الباك سايد بتضخ المات كاب، ودي بتبقى عباره عن طفله هاي مد يعني وزنها عالي، هاي مد ويت يعني وزنها عالي، اعلى بحوالي 2 بي بي جي او حوالي 15 بي سي اف عن الطفله العاديه، مور ذان ذا مد ويت. اتبمبد ريجولارلي يعني كل نص ساعه كده، بتضخ لك حوالي 30 برميل عن طريق تريب تانك باستخدام الميكسنج بامب ولا حاجه، فبتضخها دايركت في البير، بحيث ان انت عندك لو في اي غازات طالعه ولا حاجه طبعا دي تاخدها وتنزل بيها لحد اللوست زون، كله رايح فين؟ في اللوست زون تمام. شكرا جدا ليكم النهارده يا جماعه، كان درس بسيط وان شاء الله يكون سهل، اتمنى يا رب يكون افادكم، وان شاء الله اشوفكم في محاضرات قادمه على انواع من الطفله اخرى. بشكركم جدا، وستي سيف ات هوم. لو عجبك الفيديو شير لايك سبسكرايب، القناه دي بتاعتك مش بتاعتي انا، واتمنى لكم يا رب نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.